علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. 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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله نواصل مع مقدمة كتاب أسهل المسالك، ونحن في الفصل المتعلق ببقية العقيدة والمسائل الغيبية المتعلقة بالعقيدة من دجال ومهدي وعيسى المنتظر والدخان وياجوج وماجوج والصراط والبعث والنشور والنفخ في الصور إلى غير ذلك مما ستسمعون بعض الكلام عليه، والله الموفق للصواب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ينزل عيسى يقتل الدجال وفتح يأجوج وخسف مواله. نعم، بسم الله. كنا البارحة نتكلم على بعض هذه الأشراط، وصارنا فيها إلى نزول عيسى بن مريم. اللي منكم ما سمع ذاك يرجع للدرس البارح يسول عنه في الأشرطة. والدرس الليلة هو عن دين 25 من الدروس المتعلقة بشرح هذا الكتاب، والبداية فيه طبعا بالعقيدة. وقلنا البارح أن عيسى بن مريم مازال لا ينزل في آخر الزمان، في آخر الزمان. وذكر الله تعالى عن نزوله بأنه من علامات الساعة، أنه نين يظهر عيسى معناها أن الدنيا منتهي عاد الحكم. وذكر ذلك سبحانه وتعالى في سورة من القرآن، قال ولما ضرب ابن مريم مثلا يا قومك منه يصدون، ثم قال وإنه لعلم للساعة، وفيه قراءة وإنه لعلم للساعة، أي من علامات القيامة نزول عيسى بن مريم. ولا ينزل في سوريا ومعاه ملائكة ومؤيد بالقدس، مؤيد بروح من الله، ولا يكسر الصليب، ولا يقتل الخنزير، ولا يضع الجزية عن اليهود والنصارى يقول لهم خالق الله الإسلام والله تكتر كامري، ولا يحكم بالشرع محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، ولا يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذا واجب اعتقاد. وإنه لعلم للساعة، إذا معناها أنه مازال لا ينزل. كذلك عيسى بن مريم معاهم ملي علامة أخرى، لا هي الحق نزول ولا هي الحق قدام الدجال. والدجال هذا عبارة عن فتنة، ما خلق الله في الدنيا فتنة أشد على العباد من فتنة المسيح الدجال. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله دبر كل صلاة من فتنة المسيح الدجال. كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان يدير مع عذاب القبر وفتنة المحيا والممات.
كان كثيرا ما يتعوذ بالله منه. يلحق المخلوق إيمانه قوي ولا يتبرى معانه يكفر بالله جل وعلا. ما رأى الله قاعد ذكر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أرسل الله رسولا من عند آدم شيء إلا وحذر أمته من المسيح الدجال. يبدو أنه مذكر عن جميع الأمم السابقة يعني لحقت الدار النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هي يظهر في عقاب هذه الأمة، قيل أنه يظهر في خراسان ويظهر في منطقة قريبة من إيران، والمهمة وتحديد بلو يغير معاه مدة من أصرة ياسم من ألوف المؤلفة، وعين العربية عورة، عين العربية عورة، ونخرى اللي فيها حالة ومكتوب على جبهته كافر. يقراها اللي مدمكي والما هم دمكي، يقرأها الأمي الكاتب وغير الكاتب، مكتوب على جبهته كافر، الكاف الفاي الراي كافر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حد قرأ آيات من سورة الكهف، قيل من أولها وقيل من آخرها، ثم خرج المسيح الدجال في تلك الجمعة على ذاك الأسبوع، أنه عصمه الله من فتنته اللي هو الدجال. هذا المخلوق راكب الأحمار ويدعي أنه رب العالمين، طامع في عقائده الأرض إلى درجة أنه يقولهم أنه هو رب السماوات والأرض. معناها الأرض عاد مهددة بالكفر، اللي جيها راجل راكب الأحمار وقام أركب طائرة ولا أركب سيارة، راكب الأحمر ومعاده يقول أنه رب العالمين، ومعاده يتبع شمال خرق لا يحصى عددا. ويجيه الإنسان اللي إيمانه قوي ويظن أنه ما هو لا يضره ولا يمشي من عنده ليكسر، يجي لرقاه ويقول له أنت اتبعني يدخلك في الجنة، يريد يسمع له يدخله في رواية عنده تعود عليه نار. قال هو راعي أن اللام اليقود ويعاصي هرقاه من المؤمنين ويابا يسمع له يقبض عاقبه ويديره في النار عنده، يعني يدخل هذا هياله الجنة. متافكتوا الشيكي جنة وكيف درا واروقي عقولهم العقلاء يغلبهم، يجي هرقاه العاقل مثقف ولا يمشي من عندكم متفلس. أجارنا الله من فترة المسيح الدجال. هذا كثير منكم يعود مساكين الحق إلى ذا القدة ما هو عالم به. إحنا موريتاني مضيعنا إن الواحد منا طبيعته لا يعترف بالحق، بل كثير منا يكره الحق وسماع الحق ولا يمكن حد يصارحه بالحق. أربينا مع العلماء والأولياء يا غير العالم وخيرته توف، والولي ينزار وتندار بركته يا غير شريعة مولانا ما مسول عنها وتشرفينها ما مجمعان ومد، وياسر قاع من علامات الآخرة ومن الأمور الغيبية. احنا قاع ما كان فرضنا ما كان عندنا الودليل، لأن كتب الحديث ما كانت في الأرض، قاع كان شمل الكتب عقام شمل الكتب الواحد يعرضها ومتوصف الوحاكم بيد رواية، وهي قدعود قاع ما هالباس شمنها قاع ما هو صحيح وشمنها سواقة وشمنها مل اللي فيه نقاش. هذا اللي قرينا في الأخضري معناها ابن عاشر، وهذا اللي قرينا في مقدمة الرسالة واخيرت به. يا غير سبحان الله الكتب التي تتكلم عن العقيدة للي تجي منها قليل من كثير، قطرة من بحر إلا قطرة من بحر. ذل جاب أبو محمد في رسالة في العقيدة قليل، وذل جاب ابن عاشر في مقدمة كتابه قليل، وذل جابت العقيدة المقارية إضاءة الدجهن قليل، وبقى كثير من العقائد اللي لا بد أن نلقاه يعود عالم بها والله يغطى بعد يعلم بها ما وتنطل عنها خبر، ما جاء فيها كلمة واحدة قال. ورباوا بها علماء لجل الله إلا من رحم ربه وتلاميذهم اللي يقرأوا عليهم ولا يلطف مولانا بنا كامل. إذن هو هذا المخلوق يقول لهم أعلنوا رب العالمين فيتبعه من يتبعه ويكفر به من المسلمين من ثبت الله قلبه على الإيمان. نسأل الله أن يثبت إيماننا
وأن يحققه، أن يجعل إيماننا صافيا نقيا، وأن يحفظه علينا حتى نلقاه، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا المخلوق فوت فترة من الزمن ولا تبقى بليدة، موريتاني هذه دور يجيها ورعيم الله يبقى عنه. ما يدعى رقاش اليوم دعواه موريتاني ما يجبر وحدين يصدقوا، وخاصهم اللي الدجال الكبير إلا من رحم ربه. لا ما تبقى بقعة من الأرض إلا ودخله المسيح الدجال إلا ثلث بليدات ما يقدر يدخلهم بهم الملائكة مقاردين. مكة المدينة حتى المسجد النبوي بها اللي يتراب فيها جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها شهداء بدر، وفيها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مركبها ملائكة يدافعوا عن أمام خليل. هذه الفتنة العظمى ما هو قاعد يقربها، لأن يقرب من المدينة هم الملائكة من عتيل الروس، ويشوفهم هو ولا تشوفهم الناس يرجع عنه. يجي هام مكة لهم قدامهم ملي ملائك، يجي من في بيت المقدس اللي ما دركون لا يدخلوا لهم ملي فرقة من الملائك يرجع، وبقية الأراضي كاملة يجي ما تبقى بليدة من الأرض ما جاهد المخلوق. وهذا بعد الحمار غريب، حمار يشك على راكب عليه ثامناته ومع ذلك يجي عليه من الأرض كامل. وحسب ان يفهم في ذاك الزمن انه ربما تكون الطائرات ما نعرف كان قاع فايد، وربما ما زال له شي زمن اخر عود قاع ما هو وضعكم التعب، ربما ما زال لا يتغير امور اخرى ما هي الشكل اليوم. المهم انه يحفظ الله منه ثلاث مناطق: مكة المدينة بيت المقدس وبقية الاراضي الاخرى ما عندها فرقة من ملائكة تحميها. وذل يتبعهم المخلوقات ما وش على شكل، وهو أصله من اليهود، يهود، واليهود رأس الشر في الأرض كلها. ما وقعت فتنة محيقة بالمسلمين إلا ومن ورائها يهود. اليهود حربهم على المسلمين حتى لا يبرد عنهم العبارات، لكن لا يفكوا من عود يهود صغير يسعون في الأرض فسادا، وما الدليل تسب رب العالمين وتتهم رب العالمين وتحارب ذات الله العلي؟ ما لا يبقى من هالشيء، ما لا يبقى راه دين، ما هو دين حافظ مولانا. سأل الله أن يحفظ علينا ديننا. يفوت فترة من الزمن ما معروف عددها على وجه التحديد بها الروايات المختلفة فيها، يتم في آخر الزمن والمسلمين ضايقة بهم الأرض ما هم عارفين جوازهم، لكن منها باقي ثابت على دين والله كأنه يواطع على الشمال إلين يقوم عليهم العياط إن عيسى بن مريم قد نزل. وعيسى بن مريم جاي من اسمه به اللي عيسى بن مريم الآن فوقنا، يعبد الله مع الملائكة وحافظ مولانا حياته بلا الأكسجين، يعيش مع الملائكة في عالم ما فيه شوك اللي احنا فيه مع الملائكة، مازال له جو. وهو قالوا له يا عم يتبعوه واحدين من اليهود والنصارى ولا يهتدوا عليهم، وهي الإشارة لها القرآن يقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. مازال واحدين من أهل الكتاب اليهود والنصارى لا يؤمنون به سبب الموت، وهو لا مازال حي، لأن رفع مولانا شور اسمه ويعيش مع الملائكة يعبد الله، ينعود الزمن المقدر لله ينقال له قضى عليه الأرض وحل على المسلمين مشكلة المسيح الدجال، يقض شور سوريا ويحط به من فم وينزل أحلى المسيح ومن فم يقيم يتابع ويقول اليهود خارج الله الإسلام والله نقطع رقابي، والنصارى يقول خارج الله الإسلام والله نقطع رقابي، ما فيكم حد لا أعطى ألف بي ولا الملايين ما يمقبضها منه الجزية ما درات خارجه، خارج الله الدين، إن الدين عند الله الإسلام ولا نقاب النقاشة. ويعود هو والعلماء اللي على الحق من السقين، وهو يحكم بشريعة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يشكر الناس يقولوا يا عيسى احنا الأول شي نلودوا عندك ريحنا من الدجال هذا، يقول لهم الله يقيم نافذوا يصارعوا يصوعوا
يعقوب يدارك بها عند باب لد مطار إسرائيل حالا، يدارك به فمه هو هام ويهرب عليه، إن يجيه يقول له أنت يا عيسى ما لك مصدق بي، يقول له ما أرى الله، يقول لما تصدق بي دون عدلك ونعدلك، يقول له لا لي عندك وصيه. المهم توقع بينهم معاه قدر من مجادلات، ويعقب يريح به يقطع راسه ويكتره قدام الناس. هو ذا كان قال بالقلابة ولا في قوة قادرة توقف عراه، يتبارك مع عيسى بن مريم من يجيه بعمره، فتستريح الأمة من فترة المسيح الدجال. لكن لمن هبك ما كفر بالله جل وعلا ريحهم من المسيح الدجال بعد يعلي ذنبته. هذا المسيح الدجال عادنا الله من فترته وكل فترة محيقة. نعم. وفتح يأجوج واجب علينا نعتقد على خارج أم اللي مصيبة أخرى مزاد لا يدخل في آخر الزمان. ثم شايفين خارج العلامات قسمها العلماء إلى قسمين أو نوعين، علامات صغيرة وكثري تخلق، وعلامات كبيرة هي اللي نقروكم الليلة وكنا نقروا البارح لآخرة نهاية الدنيا ما تخلقيني شو سابقها شكلين من العلامات، شكل منهم صغير وشكل منهم كبير. ذاك الكبير اللي عند من يتوفى الدارية منه ينادي الله تعالى على ملك قال له إسرافيل يقول له انفخ. ومن يوم اللي خلقه مولانا ميكائيل، من يوم اللي خلقه الله عنده شي كيه قرن، كيه القرن التعرض لغروه من شكل آخر يعلمه الله الملك، وفيه هردات هردات. يقول مولانا للملك ميكائيل يقول له انفخ، عند منين يقول اف ما يبقى حد على وجه الأرض ولا في التراب ما طاح. يشمت يشمت الكون إلا كانوا شمر الذنبان ما تروص عليه شمر دقيق، ما يبقى حد في السماء ولا في الترام ما داس حاله. وما زلنا جايين أخباره إن شاء الله. إذن يا جوج وما جوج، آدم عليه السلام أولاد عينات وأشكال، ومنهم مخلوقات ينقالهم يا جوج وما جوج، قبيلتين، قبيلة ينقالها يا جوج وقبيلة ينقالها وما جوج ما جوج. وهذه القبائل ساكنين في بليده من ارض الملك، هو خالق الشدرك على وجه الارض يا غير ما هو معروف مني. كيف 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 كلبه الكه، كلبه الكه وارد، حفظ الله جسمه لا تاكله الارض ولا يتغير، ومعاه شباب هم اهل الكه حافظهم مولانا ثقنتور قارف لقركديه، وعند من يترى التراب لا يتوكل شل واحد منهم، يشي أمر من مولانا أنهم يقلبوا لعل الأرض تمسهم. وقال مولانا أنهم مفرش لهم شماه تبي، مفرش لهم أمر من الله بحيث الأرض ما توكل منهم شيء، ودائما اللي يتقلبون يتخرصوا مطمئنهم لا قفياني وتوب راكدين، وهم موتان من الليل وكلام نفسني. هي اللي يقول مولانا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، شوف رحمة مولانا هي الفراشقة، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وعابد قال إن الشمس إنهم اللي هايبتهم ما تبقي تهقل عليهم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور معناها تتعاقب عن ثم قنتور، لعل يدخلهم حمار الشمس وكينا طلعت، وليت لا تغرب تتعاقب من عن ثم قنتور لعل يدخلهم حر آخر النهار، وترى الشمس إذا طلعت تزاور معناها تميل عن كفيهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة معناها داخلين في خزنة عايدة داخل قبال ما هي متقابلة معرفها. ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد. هذا الناس اليهوما قال مولانا هم ما توكلوا من التراب، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. من درى الكلب منين؟ قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. قال من درى كان حد قد يحز عليهم؟ قال لا ما قد حد يقربهم، بيرداير عليهم مولانا الصنقة مشين. قالوا الخلعة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم شرارة ولمنعت منهم رعبا. وهذا اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي أشع من خلق الله نبي الله صلى الله عليه وسلم، معناها ان قاع موريتانيين يجلها طار يطيح فيهم ليسهل فيهم الخلعة.
لو اطلعت عليهم لوليت منهم جرارا ولم وليت منهم رعبا. قالوا ما تقدني تفطنهم يسف قربك بشدة الرعب دار الله عليه. لأن مولانا عنده صنادين قالهم الخلعة. لا المخلوق ينبث في قلب الرعب يقعد ما تقدر يحكم الأعمار قاع ولا المدفع. هي اللي يقول عن غزوة أهل بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. أيوة والمساعدة الأخرى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. نجعلهم قاع مخلعين من أهل بدر ما قد واحد يقبل. لا إله إلا الله. هل المخارق اللي قال لهم ياجوج وماجوج اذكر مولانا في سورة الكهف. سورة الكهف اذكر فيها الكهف واذكر فعقابها ويسألونك عن القرنين. قال واحدين لماذا قالوا ذو القرنين؟ قال بعض المفسرين قيل السمية ذو القرنين لأنه عاش قرنين من الزمن 200 سنة تقريبا. لا قاعد ذاك الزمن عاد. المهم انه قال انه قال مولانا اتبع سببا حتى اذا بلغ مغربه وحتى اذا بلغ مطلع الشمس وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا معناها نساعدك نعطوك قياد ونجمعوا لك اللحولك فضا الدير بيننا السد مع ذو المخارق ما خلوا علينا قطرة المونين وروح علينا يوكلوا ذا عندنا ولا يمطبهم قاع. هل نجعل لك خرجا معناها مساعدة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أو سدا؟ قال لهم والله قال ما مكني فيها ربي خير فضتكم أحكمها عندكم. قالوا هاو عاونوني مدير بينكم معاهم سد وتباركي عد السد وعاد كأنه عنده لا ماركات وعنده شي من حمير هادو يرفض التراب وتباركي يبني بينهم معاهم أعلاب من التراب أرادمن معناها ردم 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 يردم ويدير شي فوق يعني نعدل شي كيه علم ما يقدر يطلع. قال لهم أتوني أفرغ عليه قطرا معناها نقبل شي من النحاس ونقضي عليه النار يعني كانوا يذوب على ذيك الأعلاب ويعود من السم اللي ما يقدر يطلع معاه ولا ترى يحرك من اللي التراب لعله يصير هالشي بها العاد مسكنة بالنحاس المذوب عليه. قال مولانا نعدلهم حيط نبت متن وراقم ما يقدر يتحق من اللي ولا وقادر يتقب ما يقدر يعدل فيه. قال له ما يخلص آتوني أفرغ عليه قطران فما استطاعوا اللي هما ياجوجه اندار سد بينهم معاه الأرض من ذلك الوقت عليك دار مخلوق اللي انقالوا ذو القرنين اندار دونهم سد وعادوا ما يقدروا يطلعوه ولا يقدروا يبقروه ودائما يروقوه من يكسع ولا يستطيعون فتحه. يعني العاد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة خارجة مرة مغافية يعني نوعا له من خلع وحيا زينب بنت جحش يحدى أمهات المؤمنين له واله وجهه متغير يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب ظهر اليوم من ردمي ردمي ياجوج وماجوج مثل هذه ونعت الشير النثقب. هذا الحيط كان مديور وذو الأعلاب انهم عاد فيهم ثقب ومعناها ان الدنيا منتهية قريب. هي اللي قال مولانا يقول لهم هذا شوف أراد من أتوني زبر الحديد يرين قال لهم أتوني زبر الحديد حتى ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال وقال أتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي. قال لهم ذا المخلوق اللي انقالوا ذو القرنين قالوا مراني عدت بينكم معهم السد ولا تنخلعوا ما تروا لا هي شبر الطريق شوركم هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي عادت الدنيا لا يتنتهى جعله ذكر وكان وعد ربي حقا. قال مولانا عادوا يتكاوصوا ما هم قادين يطلعوا مع العلم ولا هم قادين يبقروا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا خلطنا الدنيا كاملة وطرصناهم على القلب. بارك الله. إذن واجب اعتقاد على ياجوج وماجوج مدى لا يتمطرص عليه الأرض ونين يجوا إلى جاءوا النهر الصيني قال هذا يرشفوا ونين يجوا لأميها كاملة ضايا والله بريد حاكم البلبل يرشفوا ولا يتوكلهم شيء وينطرصوا على الأرض ينتعود الناس لا يتخليها المجاعة
بها اللي طلع صعي هذا المخلوقات له. وين يا شوشة وما شوشة؟ الله أعلم. قال واحدين إنها السد اللي في الصين. قال واحدين وين لا تطمع صبده. هم وضعهم ما هو وضع طبيعي. وكلبه الكه ما هو متفاصل مني. وقنطورهم اللي هم فيه مني. بهذه المخلوقين عود مولانا حافظوا عود الله كيه دبوس موسى مشاه مولانا الفرعون يتهدد عليه وقالوا هذه العصا ومشي بيها وعاد فيد العصا إلى زرق هذا هي توكل ومعاد الفرعون أصنادرت وحاصرين هما قاعد بين ما يتكلموا مع موسى ينطروا منه الدبوس لكن الدبوس من أمر ربي وأمر الملك ما يعرض له الأمر يلعود معطي في لذر من الله تعطل عنه الأسباب كاملة ما عند الله يتوسل. إذن واجب اعتقاد يا جوجة وما جوجة مزار له طلص على المخالف وذلك علامة على قرب نهاية الكون. نعم وخسف موالا نعوذ بالله. واجب اعتقاد على المزار لا يتخلق خصوص. جاء في الأحاديث أن هناك خصوفا ثلاث ما هي على شكل خصوف ثم العياب الله تسمع وثم جاء نقاش هل الخصف هو الزلزلة أم الزلزلة شيء والخصف شيء آخر؟ العالم اليوم يعبر بعبارة الزلزال. من درى ما الفرق بين الخصف والزلزلة؟ ويبدون ما الذي يخلق في الدنيا كامل من الزلازل. قالوا على أنه كامل الاشتياعات ما هو الزلزال الكبير. يا غير مازال محكوم زلزال هاني عند نهاية الدنيا. وهي اللي الشعر من القرآن يقول يا زلزلت الأرض زلزالها كأن الأخرى لا ترك أسقال زلزلت هي الحقيقية ذيك اللي انتهى عند الكون كأن هذا هو زلزالها الحقيقي تحرك في كامله والأخرى لا شمرت معريص يخرج هنا وهناك. أما الزلزال الحقيقية فإنها هي المنتظرة بين يدي نهاية الدنيا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا هي خلق وثلاث خصوف. والخسف ذكرنا مولانا في القرآن عنه عينه ما هو ذا اللي نسمع عنه انه أعاذنا الله وإياكم الأرض حكمة ما تحرك ان الزلزال حركة والخسف ما تحرك يا غير الله لكن اللي معطينا فيه لذا نتشوف معاه منين هذا المثال ذكر ربنا سبحانه عن طاغية من الطغاة اسمه قارون وهو كافر مليء مملوء بمشره مشبع لا بدني لا تم مثله إن عادوا مفاتيحه ما يقدروا يرفدوهم ما هو مجموعة متحامي على مفاتيح مقزينا يقبل رجال معروفين بالقوة يتحموا على مفاتيح مقزينا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة مفاتحه يتحموا عليهم إجماعة معروفة بصحة النفس لا ترفد المفاتح هذا المخلوق عجاب الله غضب الله عليه فخسف به الأرض قال فخسفنا به وبداره الأرض تعرفوا اللي خلقه ما حركة الأرض إلا قام قاضته ألا قصر الجمهورية اللي قاعد فيه وقصر امبراطورية اللي قاعد فيه قام قال وشقاع في الحادث انه اللي خلق له غريب آخر انه من ذيك الساعة هو لا يجل سنتيمتر ما يطر والله ما يطرين ولا يوصل ما يوصل لقعر الأرض من تحت إلى قيام الساعة ان كل فترة من الزمن يجل شوي وثال قال ويتم قال ما وصل نهاية الأرض إلى قيام الساعة قال فخسفنا به وبداره الأرض تم وحدين في استقباله وحدين قاع فرحانين بالنراعي قارون البطرون الكبير وقال مولانا الناس اللي تخرصوا وحدين يقولوا يا خد الله إنما صابنا عليك يا قارون ملا من الدنيا وهذا يا خي هو الدنيا الصحق حد والعلماء ينصقوهم يقولوا لهم لا تنغروا هذا ملادهم طاغية ورعاهم نتحامروا لا تخلاف قال مولانا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قوم الراعي للكلمة يقولوا مريتني فلان يا خي انت لا بلا حظ يا خي فلان لا حظ زين هذه كلام قبال الخريطة ذيك الساعة
هذه الكلمة عند موريتاني اليوم فلان حظه زين وانت يا خيب لا حظ وفلان ناخب لا حظوظ، هذه كلمة اللصوص وعند موريتاني اليوم طايحة في عمي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. عاد واحدين يقطعوا أصبعهم يا الله إنما الصابرين عدل كيف. واحدين من العلماء يقولون هم رعاهم إذا مناد محرك ويبدو أنه طاغية ورعاوا لعلموا لا يمكر بكم. يتموا في ذلك شوقا عيني قام مناد قال هو وفد اللي معاه خسفنا به وبداره الأرض والناس تراعي فيه قل تبرع الأرض ما قد قوة شيء. وتعود سمعت هذه الأيام الزلزال اللي وقع فيه هيتي جزيرة هيتي دولة هيتي يا موريتاني اللي كلها يسيت ويهيت أرعى من هيتي يا رؤساء موريتاني وحكامها وبرلمانيينها وعلماءها لجلاء وعلماءها ما هم جلاء وإذاعاتها وشرائدها وسياسيينها أرعاوا من هيتي أرعاوا من هيتي. أول شيء دمر فيها في شمال حق منين جاه الزلزال ما فوت منين ما كمل دقيقة دمر القصر الرئاسي دمر قمة قبة البرلمان دمر هيئة الأمم المتحدة منظمة حفظ السلام الكارت موجودة دمر العياب له مراكز القوة كاملة وصبحها خراب وعاد العالم كامل جاي دافع إيطاليا كانوا قد ينقذها بحرية شنة وعاد المساعدات ينيشوا لعاصمة ما يعرفوا بليداتها قاع تغيرت جدرهاتها ومعالمها وشوارعها شمال الحق دقيقة يدمر مولانا به دولة يدمر مولانا به دولة يدمر مولانا به أمة يدمر به عاصمة عاصمة تخلى جميع قواته. رئيس بعثة الأمم المتحدة طاح عليه البنيان تمليك طيب عثروا عليه الله يامس يلود الرئيس البعثة قاع تم قاعد أنه رئيس إذا هو في طبقات الأرض نعوذ بالله من مكره وسوء قضائه. ومرة يخرب زلزال تعود الأرض تحرك ويعود ما تجد تحرك وته والطائرة ما تجد تنزل لأن الأرض تحرك. إن عذاب الله الشديد هذا اللي تراعوا فيه من الحيثات اللي كله فد 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 لمين العام المنو متحدة الوهر التيام هو يتحزم أنه يجيل هيتي والحق لك بين ما هاته صالحة لمين العام المنو متحدة يتحزم قال لأن يجيب المنو متحدة قالوا هذا الزلزال هذا ما ينفع فيه الأمم المتحدة ولا ينفع فيه الصواريخ الموجهة ولا القنابل العابرة ولا الأسلحة العابرة للقارات. هذا أمر من رب السماوات إذا جاء أمر الله يتعطل الكون يتعطل الكون كامل. شو تتراعي في المرسى وكل حوزلية لا توخض من هون والدنيا ما يعلمون يرقب النو ولا يعيط واحد في المرسى يقول لهم النو لكم رقب لهم مالك كلها لا هجاع يد مقلوخر حوز عني حوز عني النو يبان قريب. وبعد دقائق تجي المرصة له عاد فيها الكلاب والمشوشة والكان في المركب ومولى الطويب لدافع دور يروقها ومولى الوتى دافع دور يغفر عليها قراج ولهو لك الخلطة اللي كانوا نظموا حرك في السير عادوا مخفرعين وعدك بالحكمات كانوا على الطريق عاد كلها دافع إلى ود البيدة روق فيها رص والدنيا تتم من بركة إن نوقف مولانا عن هذه المردة هو كلها شمر الباس هو شطاري طاري الله ليك الدفع قبي الله يا رب ارطه بنا فإننا أضعاه نسألوا كلامنا فلا نخاف لا تنغروا يا عباد الله. قالت الناس يزين هلك ما ينفع فيه حد يستطرح مع مولانا ويخاف من مولانا ويعرف ان قال يصنطروا في الإذاعات ويقرأ في الصحف والمواقع انه شم السينما الحق لا يشور الملك لا يخار كامل الباطل كل شيء ما خلى الله باطل كل شيء ما هو ملاغ لا معنى له. إذن واجب اعتقاد على أن هذه ياجوج وماجوج لا يجي. فم قلت لكم الخصوف الثلاث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أو كما قال أنه سيكون بين يدي الساعة علامات وحدات
واذكر منهم ثلاثة خصوف: خصف بالمشرق، وخصف بالمغرب، وخصف بجزيرة العرب. قال: لن تقوم الساعة حتى تروا قبرها 10 آيات ذكر منها الشمس والدابة والدجال وياجوج وماجوج والدخان، ثم يكر ونواخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا. ثم ذكر أو ذكر قبل ذلك ثلاثة أنواع من الخصوف. قال: خصف بالمشرق، ولا نعرف يكان المشرق ذيك ساعة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لهم وهو في المدينة، والمشرق بالنسبة له ذيك الدول اللي لهيه وراه، كانوا في الصين، كانوا في آسيا، كانوا في السمليد الله أعلم. وخصف بالمغرب، لا إن شاء الله ما يعود موريتاني ولا يعود من هذه الدول المسلمة الأخرى. قالوا: خصف بالمغرب، ما يعرفوا كانوا يعودوا في باريس، كانوا في بلاد أخرى، خصف بالمغرب. وخصف بجزيرة العرب، جزيرة العرب حوالي اليمن وشمر العراق ويم سوريا وطرف من المملكة العربية السعودية، هذه جزيرة العرب. قال لهم: دور يخلق فيها زلزال، معناها خصف تحرك فيها الأرض بشكل لم تعرف البشرية مثله، ربما دولة كاملة تمتحم الأرض يصبح يلوذ لها دولة بكاملة. وخصف بالمغرب، انتبهوا يا موريتانيا أنتم على حاشية ربحة، وحد شاف ذلك في أرض النهارات، فهذا الصينيين العدل طريق لن يحفروا له المقاع إلا ملعت رقبته، والدنيا تبني في أطراف العاصمة. وموريتانيا تسمع عماية بريقة تنكر تدفع العاصمة. أنا نقول لكم الحق بين اللي احنا جندينا إنين انتخمنا بين الباطل والتبتيب والتصفاق. الواحد منا يفوت عمره هو من نفسه، ما قد تسمع ولا قد عدل ما هو النفاق. وعندنا حديث متفق عليه، ما أروى أحد من أهل العلم يا غير متفق عليه موريتاني: المنافق ما وافق. وعندنا منافقين فر، ما فينا واحد ما يقبل أخلاق الناس، واسوى عليه حق واسوى كذب. والواحد يني يترقى لك ويقول لك واخيرت، يقد يعوديك واخيرت، ما يحاني عاد تتواطى من عنده يقول يطيروا والله إلا ورخصت. وبالتالي ما تهي تتفاصل الحق من أين، واخيرت ما ثلاث قدشوا، ما في رئيس يا الموريتاني، ما قعدوا له وحدين وكتبوا وقالوا في الإذاعة وقالوا في المبدية أنه هو المهدي المتوى ولا يعذر عليه انقلاب والله يتغير، ما قالوا لعنة الله عليه. عالم مولانا لو يقعلوا وخلانا ووسانا ودوضنا ومد ذنبتها إذاعات ذنبتهم وبلاغات ذنبتهم وكتاب ذنبتهم، الله يحلم يا الله مدة تتحزم يا كانت عود في بقية معروفة بالحق. ثلاث خصوف: خاص بالمشرق، وخاص بالمغرب، وخاص بجزيرة العرب. من دركان نحن المغرب؟ الله أعلم، الله أعلم. وفم علامات أخرى ما توفر، يعني هذه من علامات الله تحرك فيها الأرض حركة غير عادية. الجزائر فيها الزلازل، والمغرب فيها الزلازل، وتونس فيها الزلازل، وموريتانيا الحمد لله عندكم انها بيها مثل التراب، ترابها عايدة مانع، عندكم انها بيهاش ما في، ما عندكم انها بيها الصلاح الا شي من الطيبين والطيبات والمسلمين والمسلمات. انتم تعرفوا الاخبار، لكن اللي فينا اخبار انتم فيه ما ينجلكم. مدى ما تختار هذه اللي وشت التراب هذا قدروا هاي الحصارة اللي قاعدين عليها، ما حد مولانا مازال مسكنها هنا، عارفوا انها ني تتبعرص، ما نافعنا حد يا الله نتكيف. ونعرفوا علينا ما حدنا احنا موريتانيا عندنا قاعدة كانت فينا بقية، وهي: اللهم لا تهلكنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ودرك الله يحلم، عندنا رواية متعودينها ان ذكر مولانا يهني عنا لبحالي، وكانوا واحد منا يعود مخصور اخبار يا غير امه متعدل، وتطلب له مولانا معلم سوم عصبع، ومرة يعود له دملي مخصور اخبار يا غير ابوه متعدل، ويطلب له مولانا ويحجب عليه قالوا موريتاني، يدعي له مولانا ويصدق عنه
ويزور عليه قالوا موريتاني. اليوم عاد اللي عندنا من الكهلات والكهولة ندير لهم التلفاز لعلقاع يذكر الله مساء ولا صباح، ونوكلوهم المال الجاي من الربا الحرام يعني نعودوا لا تشابوا دعوتهم، ونسكنوهم في الديار اللي ما يسمعوا فيها لا. وإحنا مولي عاد وأولادنا كارت الخيمة الشين عليها يعود فيها واحدين ما فيهم تركاو يقرأ القرآن، عاد التجبر فريق ما فريق ما في القرآن الكريم. إذن هذا النوع من الصاوي ولم يروا أننا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها ننقصها المخلوق ليفطلوا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. شوفوا احنا لباس بينا كنا لاني تخلق الصحاب، هذا قاطر نقول لكم ما عصركم به الموجب. كان يتم نكلم لكم على علامات الساعة يعني نعم فطنكم انتم بعلامات ساعتنا، هو كل انسان عنده ساعته خارج منها ما ولا يدرك الدجال ولا المهدي ولا هذه الامور، ذا اللي يقرى قاع ما يدركم الا يموت سابق ذا ولا يعود ساعته قاع فاتق بلط. والمخلوق من علامات انه ماتنا طيب يعني نعود عاد مغير احواله طبعا شفتوا احنا موريتانا يعني نرقب علينا النوم وننخلع ونصبه ده يصحاب إيش 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 والرعاد متين والحالة متبع عرصة. فينا واحدين يعودوا للمسجد ما قد استهدوا عليه ولا قد صلوا عليه صلوا فيه يكون العاد بهم استفر يقتوا فارق شغله انهار في أعمار لان يمتان النو ده يصحاب والحالة متينة ده هي المرأة تقول للراجل تقول له اذن اذن وقع المسجد ما يعرفه عاد مؤذن الله يحلم. هذا ما يضحك هذا يبك ذهي المرأة تقول له أذن وهو قال لما يستهد عليه بطرون ما زين عليه يذن وعقاب الأخبار أمه اللي جذن في الدار ذي قعموا بقهرة لذلك نمسين هو قاعد داري وعرعر من تحته كانوا يذن في الدار بها يريد ما يعشر عليها هي تروس لها يقبل هو وتره يذن. وإحنا موريتاني خرصون لذان إلاني نأذن مرة والله انتين نفطروا للنوع عادي تكيس هذا تعرفوا موريتاني كامل أحد من مدهوني ودريه إلا الناس اللي في الدشرة تم تشبع تشبع من شي ما تعرف أصله يعاد الواحد ودريه مدصني ما أدري يسمع قا ما أدري داخل وما هو صاروخ لاني تلا مرة والهنتين هو لك الرعد عادي خفه وذي لك الصحاب ما أدريته بصورته وذي من الضعف يقعد يقبضين لأن مولانا منعت إن نونين يرتفع اسم الله الكون إذا عاد كان متبع رصي تكيس إن يسمعوا الرعد يتكيس إن يسمعوا المطر يتكيس تسمعوا الرياح تتكيس. ولذلك تقول إن الشريعة يترون أكلوا نسموا لماذا نسموا سابق لوكي لماذا نسموا سابق الشراب لأنك إن تذكر اسم الله إذا ترى يترك في الوتى يتكيس الحديد ولعاد الشراب يقد يعود فيه ميكروبات وجراثيم. ولذلك انصار عندهم آلة عادوا يفطروا للمر ممزق فيه ميكروبات وجراثيم واحنا واحدين منها عايشين قاع في البادية الواحد منهم صحيح نفسه وهو المتقدم به ومتعشي لا الجراثيم يا غير ذاك إلا يملف أمه سابق يملف أمه من الجراثيم يقول بسم الله ونيسمع هالزقلان والجراثيم يسمع اسم الله يبرك يهنا. والكافر يراعي في الشراثيم يا غير ما عنده السلاح يضاده والمؤمن ما يراعي في الشراثيم يا غير يراعي في قدرة مولانا قال بسم الله فأطفأ الله عنه الشر ما في ذلك الطعام من شر. المؤمن مسلح بالاستعادة بالله والكافر مخلي بينهم على الآفات. نحكي لكم قصة حك قصة زير معنا وقد يقول لي بعضكم قصة نعرفها في زمن أول مرة نسمعه موريتاني الكوليرا. شوفوا عندما قلت الكوليرا كل واحد منكم ترى يصبع بصب نحافظ بالله نعوذ يا غالي إذا بتكرر عليكم كلمة النار ما يتعود حد إن يقول لكم غضب الله واحد ما يحرم إن يقول لكم سخط الله ما يحرم إن قال ما انشقى ما يحرم يا غالي إني نسمي اسم مرض والله عكسي ده يفزع القلب. ها
هذا معناه أن قلوبنا تربت على الخشية من المخلوق ولم تترب على الخشية من الله. لذلك تفزع إذا ذكرت الأشياء التي تعلمها، وإذا ذكر انتقام الله وبأسه ما يفزو. هذا اللي منكم خارج ويعرف أنه مريض، يلا يعالج رأسه تبقى يموت، قلبه ميت ما في خير. إن العود لا الكرش ما يرضي مولانا، أنت عادي عندك وإن تذكر الأمور الدنيوية اللي هو تشاب فيها وتتعوذ بالله، عمرك كامل تتعوذ من الحوادث. يا ربي يشرني من الأمراض، آخر الزمان وشرنا وشرنا، قال ما يشعل الإنسان ويشرني من النار، أشرني من غضبك، أشرني من سوء حسابك، أشرني من سوء الخاتمة، أشرني من الزيغ بعد الهدى، أشرني من فترة المحيا والممات. هذا اللي يتعوذ منه الأنبياء هو قاع ما يتعوذ منه ما هو عالم به، وهذا اللي عادي عندهم من الابتلاءات الدنيوية هو يملأ الدنيا تعوذا. فيه طبيب، فيه طبيب في الطب مش من هذه المستشفيات وموريتها، أول ظهور الكوليرا أعاذنا الله من كل سوء. سولت سأل لا سامع بدل السم لا العرف قاع شر أشارنا الله، سولت وقلت له، قلت لك طبيب من عرف، طبيب عادي ممرر الدولة انفرمين. سولت قلت له، قلت لك هذا اللي يقولوا كذا الكل يا راشون، قال لي مرض ونمره كيت وكيت. قلت له شو ما سيارو قضيته شنه العجاب لك؟ قال لي هو، قال لي موريتاني ملاحظين فيه رواية. قلت له كيف هذا؟ قال لي كاتبين النصارى والأطباء العالم كاتبين مايو ودرجات خارقة درجة أن يلحقها ملاح قدر من الزمن أن يقضيها رقاه مصاب به يموت، وخارقة درجة أن يلحقها يعود ما تريد يتكلم، وخارقة درجة يعود ما تلفايق، وفم درجات وفم فترة من الزمن إن يقضيها قاع ما وداوة ما تري وعالي. قال يوم عاد أنا جبر وأروقيش وهموري تاني هما قاع ما انشابوا للطب، ما هم بعد منين فات خطات المدة اللي ناصع لها قانون الطب، وما زالوا يتكلموا لا فات وعادوا في حالة متين. إنين قال يعدلوا لهم الفحوص لهم ما يرقبات، وإنين يخرصوا المارة اللي تخرق للواحد الكاتبين هالأطباء ده هما هترحقها. قلت له هذا شنو معناه؟ طبيب يشرح لي أستاذي كراني الكتبة. قال لي هو هو ما قال. قلت له ها سببه شنو؟ قال لي ده واضح، سمعوا يقول لي واضح واضح، أنا قاعد مشاكل لي هو قال إنه واضح. قلت له واضح كيفاش؟ قال لي ياك معناها شنو؟ وهما طبقوا تجاربهم على الجسم لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يتعوذوا ولا مرقبوا حد ما اللي يدعي له مولانا، ولا فيه الأذكار المسائية ولا الصباحية، فصارت أجسام معرضة للبلاء ولا عندها شي دافع عنها. أما قال لي بعض أجسام المؤمنين يعود المرض وصيب به يا غير مولا الشم أما تدالوا أعوذ بك من قدامه، ومرقبوا حد صدق عنه عاد أما تدفيه، ومرقبوا واحد يطلب له مولانا عاد أما تدفيه، وبالتالي عود البلاء نزل ولكن التعوذ والمضادات حاصرته ما يمخلي تصيب قرضه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، معناها أنه كافر ما عنده شيء دافع عنه، خليل من البلاء يصهره يدمره يمحيه. قال لي هذا هو العالم اللي به من السبب حرب من عقلية الطبيب، فاهم الرواية. قال لي مخلوق العود يصدق عنه وينطرب له مولانا، ومرقبه تقطع وتكهنه في بلايد أخرى تمرق عنه الصدقة، وهو هنتات يريد يشي البلاء له يتقدم له يفهم طفيات تطفي ما يمخلي تصيب به. والغريب ان احنا موريتاني طار ان الرواية عادنية مرض المريض الطفيات ما لودوه، واحد ينقال له قافس به الطب لا تشعلي كروحه، ونيت لا تقرا عليه السوره من القران تعتبر انك الا له يشعلي كروحه، ولا في قلوبهم مثقال ذره من اليقين في كتاب الله ولا في الدعاء ولا في الصدقه ولا في البر ولا في الاحسان.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة تطفئ غضب الرب، فكيف لا تطفئ مرضا؟ هو شيء يطفئ غضب الملك عندك أنه ما يطفئ المرض. إذن ثلاث خصوف بين يدي الساعة، خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف بالنقر جزيرة العرب. وهذا لا بد أن يقع، ولو لم يبق من الدنيا إلا ساعة لظهرت فيها هذه الخصوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي وحي. طيب نار تسوق الناس أرض الحشر وفتنة المحيا وضم القبر. نعوذ بالله، في ظاهرة أخرى خطيرة، فاخر الزمان إن تعود الدنيا عاتلة يتوفى تموني تطرطق لهم حريقة حريقة من قعر عدن. عدن إلى عاد ما لها يتغير اسمها ودولتها، هي جمهورية اليمن الجنوبية، سابق توحد اليمن، خارج بليدة معروفة الآن فيها القتال الآن في اليمن، إن قالها عدن عاصمة اليمن الجنوبية سابقا. هذه المنطقة اللي في اليمن لا هي تطرطق من هنا، ما معروف سببها، ولا هي تحرك نيم تعم الأرض بكاملها، ولا تمس أروقي عدلهم نظام غريب، لا تعود تزهر كيهل وتتحمي دور حد يركب، وتوقف من مرقب الفريق إن اللي من هاي دور السلاكة يجيم، وتم تدوي الناس من ديارها ومباراتها وبرقتها وتقوم تتبعهم إلين ما تخلي على وجه الأرض لقاه ما جات من وراه، وتم صايق الناس إلين يجي الليل تهنى عنهم، وتم اللاقي هذه تحمي أحلام وتخليهم يركضوا ويتسعوا عند من يطلع الفجر تقوم تزهري وقيموا، وتسوق الناس إلين تجيبهم لأرض المحشر للشام، كيف مثلا نقولوا فلسطين والقدس ولبنان وطرف من سوريا، تحصر الناس كاملة في ذيك البيدة، وذيك البيدة رهيتة من الناس فيها ان تشمد ما يبقى من هرقين. هين تفرق الناس، تحشرهم النار سابقة على الحشر الكبير. هذه النار واجب اعتقاد انه ما زاد لا يدخل ولا يدخل، الناس حايطة بيها من جميع النواح ما يسلك منها رجل، ولا هم اللي عجلانة قالوا انها تعود ماشي ماشي متباطئ كي جمال المقيد اللي يخاطم كان عايش شوي، ولا تخلي رقاش يعقبها لك ولا يتعم على الارض. وهذا اللي تراعوا فيه من الكون اللي تراعوا فيه يتبعرص، لان يجي اية واحدة من ايات الملك تغير موازينه، تغير موازينه وتو يصبح لك موخر، يصبح لك للي كنت قاعد تعرف ما ترخل، حد شاف الوتى دافع وهي ماشية بميه يحور فمر الله، تفتح له إيالك هي اندارت فيها ميه زارع قلب، وانت تفرق لها تطفى والحركة ما يخال، دم اللي حديث كامل دافع بميه. سبحان من لا يعجزه شيء، طارح على ودنك آلة ومعادة تلفن على أبعد نقطة في العالم وهو يتلفن عليه. هذا الكون يمر التبعرس اللي تراعوا فيه لا علامة على نهاية الكون، حتى قال بعض العلماء على الذي يخلق في الآخرة انه مو تلفز. شو ترى قادر كي تنعت وصورته في التلفز ما ادري قد ينكر ذاك هو التفلاء، ان الملائكة اللي يسولوك في قبره يعرضوا عليك حالتك تعصي بها الملك والله تطيع ينعتوك مو تلفز. هذا مالو انت يا فلان، والله شوفك شوف 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 ضحكك شوف شوف قعدتك شوف تكيتك شوفك ما ديدك تقبل شي ما هو لك شوفك تضحك لأجنبية شوفك مع أجنبية شوفك تكذب شوفك تكتب شي ما هو حق شوفك تشوق مع أصحابك شي ما هو نافع. هذا استدلوا عليه باش
استدل عليه بعبارة في الحديث الصحيح إن الملائكة يقولوا للميت يقولوا ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، إن هذا يدل على أنه مو ناعتروش ذاك واضح. أنت شو تقول إذا الراجل إن عاد النبي صلى الله عليه وسلم ما قد تسمع به إن قالوا ما تقولوا في هذا الرجل يقولهم عينكم على الزعيم الفلان، عينكم على المدير، والله عينكم على الوزير. والإنسان لا لكن يعرف هو اللي هربل به، ما شفتوا الشير ذاك اللي يفتط في الليل هو ويهربل ويرد مرده، وإذا هو كير مخلع يتفرزز، لكن هو خارج المخلوق، لكن يعرف الدنيا هو هو اللي يقوم معاه، وعنده من يمرس من قبر إلى عاد كان رقاص، لأن يمرس من قبر له هام ويرقص مع الدرين الطبل، وإلى عاد كان واحد من اللي يتكلم في الإذاعة لأن يمرس من هذا هو متوصل له على أنه هنا إذاعة الجمهوري توصلوا ليه حالا، والعاد كان من الهياكل توصلوا على أن هذه مية من الهياكل، والعاد عالم من اللي معدش من البلاد لأن يقوم من قبره يتوصل له. شنو الدليل على اللي صار اللي يبعث له داخل كان في راسه هو اللي يحضر له؟ قالوا مقبول من قولة القرآن وكذلك بعثناهم اهل كهف، قال انهم كانوا موتى وانبعثوا، وانهم اللي انبعثوا لهم من خارعين بهم اللي ماتوا هما خايفين من الملك في ذاك الزمن الرئيس لعل يكتلهم، ولما رد الله أرواحهم رجع إليهم الخرع الماتوا عليها، ولذلك قالوا ابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قالوا بعثوا وهم قلقون خائفون كما ماتوا على ذلك، إن الحالة اللي مت عليها تنبعث وتحاضر في هناك. هذا أخذ من قصة أهل كهف أن الإنسان يستحضر حالته قبل نهاية أجله، ولذلك يلا المخلوق عود آخر كلامه لا إله إلا الله، قولوها كامل إنتم فيكم أحدين ما هم قادرين يقولوا لا إله إلا الله، فيكم أحدين واحد يقول لا إله إلا الله تيرقد قاعد سان ومدروك، نعوذ بالله، حتى يعود لسانه وقت راكب وقت قاعد وقت تاكل يعود آخر كلامه لا إله إلا الله. سبحان الله، فيكم أحدين الغنين قالوا لا إله إلا الله، عاد واحدين خرصهم خلعين منهم لا إله إلا الله أخبارها لا إله إلا الله، اللهم احينا عليها وامتنا عليها واجعلنا من خاصة أهلها واجعلنا حق بها وأهلها واجعلها أمنا لنا من كل فزع وجزع. انتهى الدرس. ليلة غدا إن شاء الله ناهي نكبوكم شور الكبة، ما نختاروا تموا في الديار وصموه بوتو هرمة، صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، واحنا ذي الدروس اللي نعدلها للضعفاء نسبقها لأغنياء ملاني وشباع ولا يقعدوا قاعد للنوع، واحنا نختار نعقبهم اللي فنقيسوا الضعفاء ما هم جابرين حد يقطر لهم من دين الله. الدين يعود عوليانك شوفوا علماء نرجي الله الله يحلم يعني يتخرص في رمضان ده مالك العلماء ما شاء الله مدوا زينات، انا من زلت ما فتختمت بالدعاء قعدوا في بريداتكم ما فتختمت بالدعاء، انتم عجالة الله يحلم ما شفتوا في رمضان تبارك الله كل ليلة تهيالك فوج من العلماء أئمتنا وعلمائنا لجلة إن عيطت الدولة انهار هذا المؤتمر للعلماء ما تفقدت حد، فهو لا يتخلف منكم أحد، وهو يعود العلماء في سرك الواحد منهم لا يقدر بشدة شبعة من العلم هو بزر شون المخالب ما هو قاد يطير لهم كتب واحد، ما هو قاد يكسط لهم ركبته وبيت بيوت الله يعلمهم على حلال ولا على حرام، يعني يتعيط لي أنا لا يتعدى الحلقة هم سبقني أنا سبقني أنا معدلين الرنك، هذا هو المكرهني في النوع خاطرني يدفع واحدين شوره اللياعة لو دان اللياعة أحرص غير ما هي هذه.
تعاق معاهم شورب ليدات اخرين كان يعلم شي من المسلمين به اللي هذه الدعوة اليابسر ما فيها خمس ما فيها التلفزة ولا فيها العياط ولا فيها هنا ولا هناك مدة تتعلم شي من دين مولانا صافي وتتفرق تعبد به مولانا سارين الله يوفقنا ويخلص أعمارنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق يجعل كل أقوالنا وحركاتنا وأفعالنا خالصة لوجهه مقبولة منه لأين ختمهم الدعاء استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا سير موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم يا ربنا لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت يا ربي لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا اللهم يا مغيث وغيثنا في جميع أمورنا أصلح جميع شؤوننا ودبر جميع أمورنا اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا ستر ولا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أديته يا ربي لا ترك لنا عيبا إلا ستر يا ربي استر جميع عيوبنا في الدنيا والآخرة اللهم استر علينا كل عيب أحاط به علمه لا ترك لنا عيبا إلا ستر ولا دينا إلا أديته يا ربي لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره يا ربي لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره يا ربي لا ترك علينا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت يا ربي لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا يا ربي كن شريعا على أعدائنا 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 اللهم من كاد لنا فكيد له ومن أراد بنا سوءا فعاجل بانتقام اللهم من أرادنا بسوء فعاجل بانتقام اللهم من أرادنا بسوء فعاجل بانتقام اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك لا ترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا ولا مرضا إلا شفيت يا ربي لا ترك لنا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل عافنا اللهم من العجز والكسل اللهم عافنا 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 من العجز والكسل اللهم نجنا من التواني والفشل اللهم أدم علينا جميع النعم اللهم بدوامك وبقائك أدم علينا جميع النعم اللهم ببقائك ودوامك أدم علينا جميع النعم اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم وبدوامك وبقائك أدم علينا جميع النعم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اهدنا ولا تضل علينا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا حببنا الى الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اصلح جميع شؤوننا اللهم اجعل دعانا لا يورد 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 سعينا مشكورا عملنا مبرورا رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه اللهم كما انعمت